طيب دلوقتي بقى هنعمل لك حاجه زي الفزوره كده. ماشي. لو هطلع لك صوره اتنين اشخاص لو انت اللي هتحكم ما بينهم وتقول مين فيهم الغلطان، هم راجل وست، انت اللي تحكم وتقول لنا مين الغلطان، تفتكر هنطلع صور مين؟ انا وانتي؟ لا انا وانت معروف ان انت اللي غلطان، بس انت هتيجي هتيجي هتروح طب فين؟ طب نطلع ونشوف يعني. يلا ما تيجي نشوف. مين فيهم الغلطان؟ بما انك كنت شاهد على الموضوع كله ما بين الفنانه الجميله غادة عبد الرازق والمخرج الكبير محمد سامي. كان وقتها كانت غادة الغلطانه. انا علاقتي حتى دلوقتي بمحمد مش طيبه، وعلاقتي بغادة طيبه. بس الحق حق يعني، هو كان وقتها كان في تصرف من غادة وما اعرفش يعني وقت العصبيه، لكن غادة على المستوى الشخصي حد طيب جدا يعني، لكن وقتها كان في تجني على محمد سامي. وانا كنت من الناس اللي وقفت في صف محمد سامي في الفتره دي بقوه جدا جدا جدا. فبس ده اللي حصل. طب يعني احنا بنحييك طبعا جدا على صراحتك، وربنا يصلح الحال. هو الشيطان دايما بيدخل كده في ما بين الناس اللي بيبقوا ناجحين مع بعض، بس ان شاء الله يبقوا زي الفل مع بعض ويتصالحوا ان شاء الله. بس نكمل السؤال بقى والفضول اللي قاتلنا يعني. اتفضلي. يعني بعد ما كنت انت واقف مع الفنان الكبير المخرج العظيم محمد سامي، ايه اللي خلاكوا بقى دلوقتي بقى في بينكم مشاكل؟ أنا طلعت في إحدى البرامج عاقبت على حاجة معينة بالنسبة لمسلسل كلام على ورق. هو الكلام ما عجبوش. أنا من حقي إن أنا أتكلم، وهو من حقه إن هو يتكلم، بس هو كان الرد بتاعه أكبر بكتير من اللي أنت قلت. من اللي أنا قلته. كويس. فده يعني عز عليا قوي. ضايقك. عز عليا قوي لسبب. لان محمد، وممكن انا حتى قلتها له على الهواء، قلت له برغم اي حاجه انت طول عمرك بمزاجك او غصب عنك انت هتفضل اخويا الصغير. خلاص. انا مش بقول كده لاني مش قادر اقول غير كده، لا انا بقول كده عشان هو كده. لكن انا اقدر اقول غير كده، وهو عارف كده كويس قوي، بس مش مع محمد سامي. ليه؟ لان محمد انا اعرفه عائليا، واعرف طبعا الدكتور سامي والحاجه صبوره، وحتى انا بقول لها يا امي. خلاص. فانا بفترض ان انا وانا فعلا اخوه الكبير وهو اخويا الصغير. خلاص. فلو الاخ الكبير حتى هنفترض ان انا الكلام اللي قلته ضايقه وهو رد، ما ينفعش يرد يعني بالهجوم القوي ده قوي، ويدخل اطراف تانيه ملهاش علاقه باللي انا بتكلم فيه. هو من وجهه نظره أنا بتكلم بدافع حاجة معينة. خلاص. خلاص، هو ده تحليله للموقف يعني. وبرضه هقول أنا مش هحاسبه، لأن ممكن يكون اتعصب إن أنا إذ فجأة اتكلمت على الهوا. وأنا بقول لكل فعل رد فعل، فممكن يكون هو ده رد فعله في الوقت ده. أنا ممكن أقول لك وجهة نظر أنا المتواضعة، يعني إنه ممكن أنتوا الاتنين كنتوا حسبتوا الموضوع بإن كل واحد ياخد الحلو ويحط حسن النية في كلام التاني، يعني تمام. كان هو ممكن لو أنت كنت بتنتقد بعض الحاجات في المسلسل كان ممكن هو خدها بإنه بالعكس يحب إن هو عنده صديق مش طول الوقت بيقول له إن أنت صح أنت صح، لأن الواحد دايماً بيحب الناس ما تطبلهوش، فدي حاجة كويسة. هقول لك يا شيماء، هقول لك، هو من حقه إن هو يتضايق إن أنا طلعت قلت الكلام ده على الهواء. بمعنى طب ممكن اقوله له في التليفون. صح. ممكن اقوله له بيني وبينه. صح. كويس. ممكن يكون ده تسرع مني. صح. انا بعترف على الهواء. خلاص. صح. صح. تمام. وانا اول مره اتكلم في اللي انا بتكلم فيه ده. كويس. بس برضو انا يعني ما كنتش متخيل ان رد الفعل، يعني هو احنا ارجع اقول لك اوكي، لو هنفترض ان انا ابتديت او غلطت، فبرضه الغلط اكيد اترتب عليه غلط، مش هنرجع بنقول هنا ايه لا البادي اظلم وبتاع. لا يعني مهما كان برضه يعني لو انا ما فكرتش كويس وحسبت الامور قبل ما اتكلم، بالتالي برضه رد الفعل ما اتحسبلوش، وعرفنا ابعاد الموضوع ايه. فانا حسيت هنا اللي هو ايه،
يعني انا بخسر ماجد المصري مش فارق معايا. لا خالص، بص انتوا الاثنين، انا بفهمك، ده عز عليا جدا فوق ما تتخيلي. ما عز عليك عشان انت بتحبه. لو الواحد ما بيحب الشخص او مش فارق معاه ما بيفرقش معاه وعمل معاه، بالعكس بيفضل يخبط فيه. مليون في المية. لكن لما بيبقى حد بيحب حد بجد بيزعل ان هو زعل او في بينهم حاجه. مليون في المية. يعني ربنا يا رب يصلح الحال ما بينكم ان شاء الله ويبقى برنامجنا ده. اهو يا استاذ محمد يا سامي، استاذ ماجد المصري. يا رب ان شاء الله. نروح لاخر سؤال. يلا. هنفترض دلوقتي ان انت مش متجوز خالص ولا اتجوزت قبل كده. الله. وهنطلع لك اسامي فنانات على الشاشه وتختار ما بينهم. يلا. واللي هتختارها هيطلع لك غيرها، فتختار دي او دي، فتختار دي او 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 دي. دي لعبه حلوه قوي، احلم بقى براحتك واطلق العنان لفكره. ماشي. اوكي؟ يلا بينا. منى زكي وغدا عادل فنانات الحلوات العسلات، تختار مين؟ وهم مش متجوزين طبعا. لا، ما كان انت مش متجوز وهم مش متجوزين. غدا عادل. غدا عادل. اللي بعده، لو غدا عادل ودنيا سمير غانم. غدا عادل. الله، ده غدا عادل مكمله معانا يا جماعه في السباق ولسه مكمله معانا غدا عادل ومنى شلبي، نختار مين؟ غدا عادل. الله الله يا غدغوده يا جامده. غدا عادل تطير يا عيني منى شلبي، وتفضل معانا غدا عادل. ومين تاني؟ غدا عادل ونيلي كريم. في الحاله دي بقى غدا عادل. الله الله الله. ومين تاني معانا قصاد غدا عادل اللي محدش عارف يهزمها؟ الله، اهو غدا عادل وياسمين صبري. غدا عادل. ولسه مكمله غدا عادل، ويا ترى في حد تاني ولا غدا عادل هي اللي فازت؟ غدا عادل وغادة عبد الرازق. اوبا بقى جينا في حته غلط. لا هنترتى الظلم. مين؟ الاثنين بعشقهم طبعا. غدا عادل. الله الله الله. ده حب من طرف رابع بقى. غدا عادل ومين؟ وياسمين عبد العزيز. غادة عادل. لا لا لا، يعني غادة عادل. طب اعمل طيارتهم إيه كلهم، واللي كسبت معانا غادة عادل، ومبروك عليكي ماجد. كده تعشمني وتخلى بيا. طيب بما ان غادة عادل هي اللي كسبت معانا، خلينا نروح لفاصل ونعرف ايه موضوع غادة عادل ونرجع لكم تاني، استنونا. لكم من الفاصل، ولسه طبعا مكمل معانا النجم الجامد جدا ماجد المصري. ودلوقتي هنلعب بقى لعبه ثانيه مختلفه اسمها ابجد هوس. هشرحها لك. اشرحها لي. دلوقتي احنا عندنا الحروف الابجديه، حافظها تقريبا. طيب حرف الالف. انا بحبك قوي. بتحبيني قوي. تعالى اثبت لك ان انا بحبك قوي. ثواني واجيلك. جايلي فين؟ جايلي فين؟ هنط من البلكونة. هتنط؟ ها؟ ماشي. خرابي. خسارة تقع. أخف عليك. بعد الخاء إيه؟ خاء جيم. جوازة وتعدي. بعد الجيم ايه؟ بعد الجيم ايه؟ دال؟ ماشي. جوازة وتعدي؟ ده موضوع كبير قوي، انت اساسا تطول. زال. زال؟
اساعدك. زبالة. زبالة حلو تصدقي صح؟ لا وتمام زبالة. لا بس انا وقعتك عشان زبالة بالزين مش بالزال. يلا سين من اول السين. ها اه نكمل بقى تاني. ماشي يلا ابتدي انت بقى موضوع جديد. ماشي يلا. سرير مين ده؟ شراب مين ده؟ صالح اخويا الصغير. ضميرك مرتاح وانت بتكذب عليا؟ طب خمس دقايق وارجع لك. ظابط واحد ويجيب لي ورق الطلاق منك. ظابط واحد؟ متأكدة يا بنت؟ متأكدة يا بنت ان ظابط واحد؟ اه انا. ده انت عايزة كتيبة. عيب. يلا مش مشكلة، الشرطة في خدمة الشعب. طبعا. وانت الشعب. وانت الشرطة. يلا عين. عيب على فكرة اللي انت بتقوليه ده. غير الموضوع بقى واقعد استهبلني. فوزي ما جاش امبارح؟ قميصك كله روج. فوزي ما جاش امبارح؟ قميصك كله روج. كفايه لحد كده بدل ما اقفش عليكي. لسه ما تخلصتش كلامي. ما انا مش لاقي حاجه اقولها بصراحه. نخلص الموضوع ده بقى ونروح على المأذون. ده انا مصدقك. انت كسبت الحقيقه، مفيش كلام يتقال بعد الفرحه دي. يبقى نسقف سقفه دي. كده فرحان عشان هتطلقني؟ طبعا. ماشي طبعا. يلا بقى نلعب اللعبه التانية اللي هي ترجعنا لبعض. ترجعنا لبعض. دلوقتي عندنا قانون في البرنامج ان لازم اخر حاجه تقلد لنا حد. فتقلد لنا مين؟ قلد لك حد؟ ده القانون ده بيطلع فجاه. على حسك يعني احنا عشانك ننزل قانون جديد. ممكن اغني اغنيه كمننا بطريقه الاستاذ فريد الاطرش. حلو قوي. يلا فاد. كتش كدر في القلوب كمان انا حب سميع وحب لون كمان انا يا الدنيا نفسي قلقه نفسي واتحبيب وبيه وعندي فلوس كتير 60,000 جنيه وعندي دش مع الموبايل والحته الكوبيه